الباب الصغير بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي واللي باش يبقى يلعب على كأس الرئيس يعني مقابلات الترتيبية من 25 حتى ل 32 بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. باش نحكيو زادة على بقية النتائج اللي قاعدة تتلعب حاليا وكذلك فما مقابلات تتلعب 8:30 متاع الليل. باش نحكيو على المنتخبات المتأهلة إلى الدور الرئيسي الأولى اللي ضمن التأهل متاعها في انتظار بقية المنتخبات الأخرى. باش نحكيو كذلك على برنامج المنتخب الوطني التونسي والمباريات في كأس الرئيس اللي باش تتلعب إن شاء الله بداية من نهار الخميس. وباش نحكي وكذلك على مردود المنتخب الوطني التونسي سواء على اللاعبين أو الإطار الفني بقيادة المدرب الفرنسي كازال. باش يرافقني اليوم في الحصة كالعادة سي رضا العلويني. مرحبا بك سي رضا. تحية ليك عبد الله، تحية لكل مستمعينا، تحية لكل الفنيين والتقنيين بإذاعة حيث فعلا. كالعادة كما تعودت أحمد المخروفي باش يكون في الإخراج التقني، محمد سيف الدين بولعريس في الإخراج الرقمي، أنس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفية. إن شاء الله بعد قليل باش يلتحق بنا مدرب الشبيبة القيروانية لكرة اليد باش يكون سي صاحبي ماجد في التحليل الفني. باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على مباراة يوم أمس اللي جمعت بطل العالم المنتخب الدنماركي بالمنتخب التونسي والخسارة فرقة 13 نقطة 34 مقابل 21. في الحقيقة فما مقابلات اللي انتهت منذ قليل ونعطي النتائج الحينية. المنتخب الإيراني كان انهزم أمام سلوفينيا 38-21، البرتغال كان تعادل مع البرازيل 28-28. حاليا فما زوز مقابلات يتلعبوا، مازالوا 5 دقائق على نهاية المباراة. الإيزلندا متقدمة على الرأس الأخضر 35-27 والمنتخب الفرنسي متقدم على مونتينيغرو 31-22، 9 نقاط فارق. وفما زوز مقابلات يتلعبوا اليوم 8:30 متاع الليل، المنتخب الإسباني باش يواجه منظم الدورة المنتخب البولندي، وكذلك نفس التوقيت السويد منظم الدورة باش يواجه المنتخب الهنغاري 8:30 متاع الليل. نحن مازلنا في متابعة خاصة لبقية المقابلات. ونذكر بالمنتخبات المتأهلة للدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد قبل اليوم الختامي. نذكر منتخب الدنماركي اللي ضمن الترشح، إيزلندا، المنتخب الإسباني، المنتخب الفرنسي، المنتخب المصري العربي اللي قدم ردود كبير، ونرجع بعد بأكثر تفاصيل نحكيه على المنتخب المصري، المنتخب القطري، جبل الأسود، إيران، سلوفينيا، بولندا أكيد البلد المنظم، البرازيل، الكادفير، السويد، كذلك البرتغال، صربيا، المجر، ألمانيا، النرويج وهولندا ذوما اللي ضمنوا الترشح متاعهم. باش نحكي كذلك على المنتخب التونسي، هو نذكر ببرنامج المقابلات اللي باش يتلعبوا من ترتيبية من 25 حتى لل 32. المنتخب التونسي نهار الخميس يعني غدوة باش يواجه المنتخب المغربي، المنتخب العربي 6 متاع العشية. نهار السبت نفس التوقيت 6 المنتخب التونسي باش يواجه مقدونيا الشمالية، ويختم بمباراة أخيرة إن شاء الله نهار الاثنين 3:30 المنتخب التونسي باش يواجه المنتخب الجزائري. سريدة المنتخب التونسي مشاركة مخيبة للأمل، أو خلينا نقوله تاريخين، واللي أول مرة المنتخب التونسي أسوأ مشاركة، تعادل ضد المنتخب البحريني، يخسر ضد المنتخب البلجيكي أول مرة يترشح، وضد المنتخب الدنماركي 34-21. ولو أنه سي رضا المردود تحسن شوي ضد العملاق المنتخب الدنماركي، هل أنه المردود ذاك كلعبنا به ضد المنتخب البحريني أو المنتخب البلجيكي على الأقل ما تكونش هزيمة وتعادل، وشفنا على المنتخب التونسي المقابله الاولى والثانيه بدون روح. اكيد عبد الله نقولوا مسلسل فشل الرياضه التونسيه يتواصل بعد منتخب كره القدم، وما تعدينا عليه من ازمات ومن يعني خيبات. اليوم كره اليد التونسيه تحطنا امام وضعيه لا تقل يعني سوءا عن يعني ما جرى في كاس العالم مع المنتخب الوطني لكرة القدم. شفنا اليوم فضيحة بكل المقاييس، يعني نحطها بين ظهرين، فضيحة لأنه ما كناش نتصوروا اللي المنتخب التونسي يظهر بذلك المستوى المتواضع والمتواضع جدا. اليوم كأني نسخة كربونية، انتظرنا فرنسا في مباراة كرة القدم باش نعملوا مردود طيب ونفوزوا ونقولوا خرجنا خروج يعني انسحبنا بخروج مشرف. اليوم في كرة اليد نقدموا مردود النجم نقولوا اللي هو يعني في آخر لقاء ضد المنتخب الدنماركي كان مردود تقريبا
أفضل شوية من لقاء المنتخب البحريني والبلجيكي، لكن هذا ما كانش يرضي طموحات الجمهور الرياضي التونسي. اليوم يعني نجم نقول المنتخب التونسي خرج من الشباك، انسحب انسحاب يعني مذل، يعني أكد اللي فما مشاكل كبيرة تعيشها كرة اليد التونسية، مشاكل قد تكون إدارية، لأنه نحن تعودنا كونه يعني المسؤولين يتمسكوا بالكراسي ويتمسكوا يعني، لكن على مستوى البرمجة والمردود ما شفنا شيء في كرة القدم مع المنتخب التونسي أو في كرة اليد مع منتخب كرة اليد. اليوم جامعة بقيادة كريم الهلالي، الجامعة التونسية لكرة اليد، ما نعرفش في انتدابها للمدرب الفرنسي كازال قبل شهرين ونص كان اختيار صائب أو اختيار يعني غير صائب، لأن عندنا كفاءات تونسية كبيرة، عندنا يعني مدربين أكدوا يعني أنهم قادرين باش يقودوا المنتخب التونسي ويحققوا معاه أفضل النتائج، لكن مشينا للمدرسة الأجنبية مع المدرب كازال. المدرب كازال كانت عنده اختيارات صحيح. على مستوى الرصيد البشري، اختيارات قيل عنها الكثير، مثل ما قيل عن اختيارات المدرب كرة القدم منتخب كرة القدم جلال القادري، كونه معنا 9 لاعبين من الترجي الرياضي التونسي، كونه معنا يركز على بعض لاعبين معينين دون يعني وتوجيه الدعوة للاعبين آخرين كانوا قادرين على تقديم الإضافة، ولهنا صارت مشاكل شفناها حتى على مستوى الأداء الجماعي للمنتخب التونسي. شفنا ملاعبية ما شفناش ملاعب يلعب ربع ساعة على بعضها، يعني تقريبا درج 7 دقائق 10 دقائق في أفضل الحالات، حتى حراسة المرمى ما كانش فيها استقرار. نعرفوا نحن حراسة المرمى يعني كخطة هامة جدا سواء في كرة القدم أو في كرة اليد، يعني تقريبا نصف الفريق. شفنا أخطاء بدائية، شفنا أخطاء يعني ما كناش نتصوروا المنتخب التونسي كل هجوم من المنتخب البحريني أو المنتخب البلجيكي أو الدنماركي يعني تسجل له أهداف. ما فهمناش المنتخب التونسي يلعب يعني بستة يعني ديفونس بلان نقولوا نحن يعني التالي، أو يلعب دفاع متقدم. شوف معناها شفنا لخبطة كبيرة، ما شفناش الأظهرة والأجنحة يعني قاعدة تقدم في إضافة، ما شفناش ملاعبي يعني واضح قاعد يصوب ومركي ونعملوا عليه سواء على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى. أخطاء كبيرة، معناها حتى يعني البيفو لعب جاب الله معناها ما كانش في مستواه المعهود، يعني تقريبا شفنا فريق خارج الخدمة. وشفنا حتى سيريدا نقطة ضعف المنتخب التونسي هو من الأجنحة، يعني الدفاع ضعيف به. سي شكري باش نفسحوا المجال، حان الآن موعد صلاة أذان العشاء حسب مدينة القاهرة وين ما جاورها، ثم نرجع للبلاتو.
فهمتي شو قداش عنده من الكوب وقداش من الشامبيونان قداش من فهمتي خاطر يعرفوا الناس تخدم هذوك اللي يهزوا ليكيب شويه حتى مورالمون حتى بالجو حتى كيما تصوروا انت. اي طبعا دوره كنا نستناو فيها دوره كنا نستناو في كيب ناسيونال معناها اللي ديما مسنستنا باللعبه نتاعها بك الحماس نتاعها بالحق بك الروح وتلقانا نحن زاد نتبعوا فيها بنفس الروح ولكن سامحني برجولية بالحق معناها ليكيب نتاعنا هذيا سيرتو هذه في الدوره هذيا مش وجه مخيب ماهوش وجه هزيل ماهوش باللي مش نقول لك وباللي مش نحكي لك برجولية انا جميع انا نتبع في الهوند ونتبع في الفوت ونتبع في كل شيء معناها توسكي كيب ناسيونال كي نحن يا رسول الله كي تونس معناها الشعب التونسي في حاجه وفرحه ومو على الاقل هكا هزنا بزنتور نعيشوا معاكم على الاقل فرحه نتاع توانسه انت يا رسول الله معناها ما يزيش الوضع نتاعنا ما شاء الله وزيد انت معناها تتقزمنا كيما هكا هذه اول حاجه ثاني حاجه هما وقت اللي كيب ناسيونال فوت وقت اللي لعبت وما ترشحتش دور ثاني لاموا عليها هما نفسهم جوارات للعوض وهذه مش وطنيه وهذه مش وطنيه والناس راهو اللي يلبس المريول نتاع الوطني راهو يعرف اش معناها قيمته ها هو هذا زاد طيح قيمه الساعه والحاجه المستوى نتاع الهوند نتاعنا اللي نحن 16 فوا نترشحوا كوب دو موند وبلجيكا لاول مره معناها ما عندهاش حتى معناها الهوات ما عندهاش حتى بطوله محترفه حتى جوار محترف يا رسول الله تلعب بك اللي راح هذاك وما نعرفش انا ما نعرفش شنو في مخاخ الجوارات في مخاخ الاطار الفني نتاعنا اللهم صل على النبي وسامح مامرك وسامح مامرك بطل من الابطال نتاعنا راك اذا كان توصل انت معناها تورينا الوجه المشرف هذايا لا سامحني برجلية والله بالحق سامحني هذا واحد يمشي ما عرفش يتبع حوايج غيرنا صايب علينا من الكوره والمسؤولين زاد يعاود حساباتهم والجامعه وكل شيء يا خويا عاود حسابات من الاول وجديد وما يساش نصبر عليكم 10 سنين اخرين حتى لين تحاولوا اموان نهار تفرحونا ونهار تعديونا نحن دور ثاني ولا دور حتى نصف النهائي ونهيك الميسيونال تاع 2005 واللي بعد اللي وصلوا بالحق فرحونا السنه لا سامحني حتى مجهود يستاهل كلمه برافو والله اداء غير منتظر كناش نصور كما هكا كما قبل منتخب وفرحنا يوصل ادوار مقدمه السنه فماش روح فما حتى شيء تفرجنا على كيب كان مش المنتخب التونسي كما معودنا ترشح خدام متقدمه كما شفنا قدام بلجيكا اللي هي معناتها مش مترشحه كاس العالم جت بس روسيا مضيفه كيفاش ربحتنا كيفاش البحرين ما عندهاش تاريخ كيفنا نحن وخرجت هلا غالب كما نقولوا مكتب هو جديد نتاع كرة اليد مردود هزيل فهمتي اول حاجه ثاني حاجه احنا ما نجمناش انترينور من الخارج الانترينور التونسي يفهم الاولاد التوانسه ويعرف ويدور من كيف ليكيب اول حاجه ثاني حاجه الغلطه نتاعو هو ما خلاش اوساتور في ليكيب فهمتي نورمال اوساتور كيما ليكيب دو فوت كيما ليكيب دو هون تلقى اوساتور تلقى فيها زوج من الناس من الخدم والاخرين جدد مازالوا مش مستانسين والكوب دي موند ومباريات كوب دي موند هذا انا انشقوا وهذا راي خاص اطار فني تونس يعرف الاولاد يعرف من كل كيف يعرف سيت ان سيليكسيونور هو راه مش في فورمي العباد سيت ان سيليكسيونور يعرف كيما سيليكسيوني واش حاجته لي بوزوان نتاعو وما ينحيش القدم فما القدم يصلحوا مازالوا القدم يصلحوا شنو تخلي زوج من الناس القدم مش معقول فما اساتير فما جاردان يعمل كيف سي فري اما ديفونس وامورها متعبه فهمتي لا تاك بلوز او موان فما ديمي سونتر زاد يعمل كيف هذوك زوج من الناس اللي خدم اللي قاعدوا هما اللي قاعدين بوغارمي وديمي سونتر الاخرين كل جدد مازالوا ما يفهموش لازم اوساتور الجامعه خذات انتدبت حسب السي في هما اللي جو حسب السي في فهمت انت انتدبوا الممرن هذا وما مشيش هكا كيما الممرنين في كرة اليد ولا في كرة الطائرة ولا في كل شيء ولا انا قلت لك اعطيت الحلول فما ناس لازم يرجعوا لكيب ناسيونال فهمتي وتجيب اطار فني تونسي بحت انت تقول لي تو سامح مثلا اجوان ما عندوش كلمه كيما الانترنت هو اللي يحكم
هو ترى من يعرفه هذا نكره مش معروف برشا راه جبناش حاجه كبيره. شوف انت في خيبة فرنسا كرابيتش التاو يلعب كرابيتش التاو مازال يلعب فهمتي. شوف قداش عنده من الكوب وقداش من الشامبيونان قداش من فهمتي خاطر يعرف الناس تخدم هذوك اللي يهزوا ليكيب شويه حتى مورالمون حتى بالجو حتى كيما تصوروا انت. اي طبعا دوره كنا نستناو فيها دوره وكنا نستناو في كيب ناسيونال معناها اللي ديما مسنستنا باللعبه نتاعها بك الحماس نتاعها بالحق بك الروح وتخانا نحن زاد نتبعوا فيها بنفس الروح. ولكن سامحني برجولي بالحق معناها ليكيب نتاعنا هذيا سيرتو هذه في الدوره هذيا مش وجه مخيب ماهوش وجه هزيل ماهوش باللي مش نقول لك وباللي مش نحكي لك برجولي انا جامي انا نتبع في الهوند ونتبع في الفوت ونتبع في كل شيء معناها توسكي كيب ناسيونال دي نحن يا رسول الله دي تونس كلها معناها الشعب التونسي في حاجه الفرحه ومو على الاقل هكا زدنا دوزيام تور نعيشوا معاكم على الاقل فرحه نتاع توانسه. انت يا رسول الله معناها ما يزيش الوضع نتاعنا ما شاء الله وزيد انت معناها تتجذبنا كيما هكا هذه اول حاجه. ثاني حاجه هما وقت اللي كيب ناسيونال فوت وقت اللي لعبت وما ترشحتش دور ثاني ناموا عليها هما نفسهم جوارات للعود وهذه مش وطنيه وهذه مش وطنيه والناس اللي يلبس المليون نتاع الوطني راهو يعرف ايش معناها قيمته. ها هو هذا زاد طيح قيمه الساعه والحاجه المستوى نتاع الهوند نتاعنا فهمني اللي نحن 16 فوا نترشحوا كوب دو موند وبلجيكا لاول مره معناها ما عندهاش حتى معناها الهوات هوات ما عندهاش حتى بطوله محترفه حتى جوار محترف يا رسول الله تلعب بك الواحد هذاك وما نعرفش انا ما نعرفش شنو في مخاخ الجوارات في مخاخ الاطار الفني نتاعنا الله نصلي على النبي وسامح ميمرك وسامح ميمرك بطل من الابطال نتاعنا راك اذا كان توصل انت معناها تورينا الوجه المشرف هذايا لا سامحني برج لي والله بالحق سامحني هذا واحد يمشي ما عرفش يتبع حوايج غيرنا سايب علينا من الكوره والمسؤولين زاد يعاود حساباتهم والجامعه وكل شيء يا خويا عاود حسابات من الاول وجديد وما ينساش تونس نصبر عليكم 10 زي اخرين حتى لين تحاولوا اموا نهار تفرحونا ونهار تعديونا نحن دور ثاني ولا دور حتى نصف النهائي ونهيك المسيونات تاع 2005 واللي من بعد واللي من بعد اللي وصلوا بالحق فرحونا استاذ لا سامحني حتى مجهود يستاهل كلمه برافو. والله اداء غير منتظر كناش نصور كما هكا كما قبل منتخب مفرحنا يوصل ادوار مقدمه السنه فماش روح فما حتى شيء تفرجنا على كيب كان مش المنتخب التونسي كما معودنا ترشح قدام متقدمه كما شفنا قدام بلجيكا اللي هي معناتها مش مترشحه كاس العالم جت بس روسيا مضيفه كيفاش ربحتنا كيفاش البحرين ما عندهاش تاريخ كيفنا نحن وخرجت هلا غالب كما نقولوا مكتب هو جديد نتاع كرة اليد مردود هزيل فهمت اول حاجه. ثاني حاجه احنا ما نجمش اونترينور من الخارج الاونترينور التونسي يفهم الاولاد التوانسه ويعرف ويدور من كيب ليكيب اول حاجه. ثاني حاجه الغلطه نتاعه هو ما خلاش اوساتور في ليكيب فهمت اوساتور كيما ليكيب دو فوت كيما ليكيب دو هوند تلقى اوساتور تلقى فيها جوج من الناس من الخدم والاخرين جدد مازالوا مش مستانسين الكوب دي موند ومباريات كوب دي موند هذا انا انشقوا وهذا راي خاص الاطار الفني التونسي يعرف الاولاد يعرف من كل ليكيب يعرف سيت ان سيليكسيونور هو راه مش باش يفرمي العباد سيت ان سيليكسيونور يعرف كيما سيليكسيوني واش حاجته لي بوزوان نتاعو وما ينحيش القدم فما القدم يصبحوا مازالوا القدم يصبحوا شنو تخلي زوج من الناس مش معقول فما اوساتور فما جاردان يعمل كيف سي فري اما ديفونس وامورها متعبه فهمتي لا تاك بلوز اوموا فما ديمي سونتر زاد يعمل كيف هذوك زوج من الناس اللي خدم اللي قاعدوا هما اللي قاعدين بوغارمي وديمي سونتر كل جدد مازالوا ما يفهموش لازم اوساتور الجامعه خذات انتدبت حسب السي في هما اللي جوا حسب السي في انت انتدبوا المبرر هذا كل ما مشيش هكا كيما كيما مولدين في كرة اليد ولا في كرة الطائرة ولا في كل شيء ولا انا قلت لك انا عطيتك الحلول فما ناس لازمهم يرجعوا لكيب ناسيونال فهمتي وتجيب اطار فني تونسي بحت انت تقول لي تو وسام حمام مثلا ادجوان ما عندوش كلمه كيما الاونترونور هو اللي يحكم الاونترونور من يعرفه هذا نكره مش معروف برشا راه جبناش حاجه كبيره شوف انت في خيبة فرنسا كرابيتش التاو يلعب كرابيتش التاو مازال يلعب فهمتي شوف قداش عنده من الكوب وقداش من الشامبيونان قداش من فهمتي خاطر يعرف الناس تخدم هذوك اللي
يهزوا ليكيب شويه حتى مورال مون حتى بالجو حتى كما تصوروا انت. اي طبعا دوره كنا نستناو فيها دوره وكنا نستناو في كيب ناسيونال معناها اللي ديما مسنستنا باللعبه نتاعها بك الحماس نتاعها بالحق بك الروح وتخانا نحن زاد نتبعوا فيها بنفس الروح. ولكن سامحني برجوليه بالحق معناها ليكيب نتاعنا هذيا سيرتو هذه في الدوره هذيا مش وجه مخيب ماهوش وجه هزيل ماهوش باللي مش نقول لك وباللي مش نحكي لك برجولي انا جامي انا نتبع في الهوند ونتبع في الفوت ونتبع في كل شيء معناها توسكي كي ناسيونال نحن يا رسول الله في تونس الكل معناها الشعب التونسي في حاجه الفرحه ومو على الاقل هكا هزنا بالسنتور نعيشوا معاكم على الاقل فرحه نتاع توانسه انت يا رسول الله معناها ما يزيش الوضع نتاعنا ما شاء الله وزيد انت معناها تتقزمنا كيما هكا هذه اول حاجه. ثاني حاجه هما وقت اللي كيب ناسيونال فوت وقت اللي لعبت وما ترشحتش دور ثاني لاموا عليها هما نفسهم جوارات للهوند وهذه مش وطنيه وهذه مش وطنيه والناس راهو اللي يلبس المريول نتاع الوطني راهو يعرف ايش معناها قيمته هو هذا زاد طيح قيمه الساعه والحاجه المستوى نتاع الهوند نتاعنا فهمني اللي نحن سيز فوا نترشحوا كوب دو موند وبلجيكا لاول مره معناها ما عندهاش حتى معناها الهوات هوات ما عندهاش حتى بطوله محترفه حتى جوار محترف يا رسول الله تلعب بكل الواحد هذاك وما نعرفش انا ما نعرفش شنو في مخاخ الجوارات في مخاخ الاطار الفني نتاعنا ما نصلي على النبي وسامح مامرك وسامح مامرك بطل من الابطال نتاعنا راك اذا كان توصل انت معناها تورينا الوجه المشرف هذايا لا سامحني برجولية والله بالحق سامحني هذا واحد يمشي ما عرفش يتبع حوايج غريبه سايب علينا من الكوره والمسؤولين زاد يعاود حساباتهم والجامعه وكل شيء يا خويا عاود حسابات من الاول وجديد وما يساش تونس بر عليكم 10 سنين اخرين حتى لين تحاولوا اموان نهار تفرحونا ونهار تعديونا نحن دور ثاني ولا دور حتى نصف النهائي ونهيك الميسيونال تاع 2005 واللي بعد واللي بعد اللي وصلوا بالحق فرحونا بس لا سامح لي حتى مجهود يستاهل كلمه برافو والله اداء غير منتظر كناش نصور كما هكا كما قبل منتخب وفرحنا يوصل ادوار مقدمه السنه فماش روح فما حتى شيء تفرجنا على كيب كان مش المنتخب التونسي كما معودنا ترشح قدام متقدمه كما شفنا قدام بلجيكا اللي هي معناتها مش مترشحه كاس العالم جت بلاصة روسيا مضيفه كيفاش ربحتنا كيفاش البحرين ما عندهاش تاريخ كيفنا نحن وخرجت هلا غالب كما نقولوا مكتب هو جديد نتاع كرة اليد مردود هزي فهمتي اول حاجه ثاني حاجه احنا ما نجمناش انترينور من الخارج الانترينور التونسي يفهم الاولاد التوانسه ويعرف ويدور من كيف ديكيب اول حاجه ثاني حاجه الغلطه نتاعو هو ما خلاش اوساتور في ليكيب فهمتي اوساتور كيما ليكيب دو فوت كيما ليكيب دو هون تلقى اوساتور تلقى فيها زوج من الناس من الخطب والاخرين جدد مازالوا مش مستانسين الكوب دي موند ومباريات كوب دي موند هذا انا انشقوا وهذا راي خاص الاطار الفني التونسي يعرف الاولاد يعرف من كل ليكيب يعرف سيتان سيليكسيونور هو راه مش يفرمي العباد سيتان سيليكسيونور يعرف كومون سيليكسيوني واش حاجته لي بوزوان نتاعو وما ينحيش القدم فما القدم يصبح ومازالوا القدم يصبح شنو تخلي زوج من الناس القدم مش معقول فما اساتير فما جاردان يعمل كيف سي فري امر ديفونس ومونها نتاعو المحير للمنتخب الوطني التونسي بعد نرجو للتعليق على الاراء والله اداء غير منتظر كناش نصور كما هكا كما قبل منتخب وفرحنا يوصل ادوار مقدمه السنه فماش روح فما حتى شيء تفرجنا على كيب كاين مش المنتخب التونسي كما معودنا ترشح قدام متقدمه كما شفنا قدام بلجيكا اللي هي معناتها مش مترشحه كاس العالم جت بلاصة روسيا مضيفه كيفاش ربحتنا كيفاش البحرين ما عندهاش تاريخ كيفنا نحن وخرجت هلا غالب كما نقولوا مكتب هو جديد نتاع كرة اليد مردود هزي فهمتي اول حاجه ثاني حاجه احنا ما نجمناش انترينور من الخارج الانترينور التونسي يفهم الاولاد التوانسه ويعرف ويدور من كيف ليكيب اول حاجه ثاني حاجه الغلطه نتاعو هو ما خلاش اوساتور في ليكيب فهمتي اوساتور كيما ليكيب دو فوت كيما ليكيب دو هون تلقى اوساتور تلقى فيها زوج من الناس من الخطب والاخرين جدد مازالوا مش مستانسين الكوب دي موند ومباريات كوب دي موند هذا انا انشقوا
وهذا رأي خاص. إطار فني تونسي يعرف الأولاد، يعرف من كل كيب، يعرف ستان سيليكسيونور، هو راه مش في فورمي العباد، ستان سيليكسيونور يعرف كيفاش سيليكسيوني واش حاجته لي بيزوان نتاعو، وما ينحيش القدم فما القدم يصلحوا مازال القدم يصلحوا، شنو تخلي زوج من الناس القدم مش معقول، فما اساتير فما جاردان يعمل كيف سي فري اما ديفونس وامورها متعبه فهمتي، لا تاك بليز اوموان فما ديمي سونتر زاد يعمل كيف، هذوك زوج من الناس اللي قدم اللي قاعدوا هما اللي قاعدين بوغارمي والديمي سونتر الاخرين كل جدد مازالوا ما يفهموش، لازم اساتير الجامعه خذات انتدبت حسب السي في، هما يجوا حسب السي في فهمت، انتدبوا الممرن هذا ومشيش هكا هو كيما كيما المولدين في كرة اليد ولا في كرة الطائرة ولا في كل شيء، ولا انا قلت لك اعطيتك حلول. فما ناس لازمهم يرجعوا للكيب ناسيونال فهمتي، وتجيب اطار فني تونسي بحت. انت تقول لي تو وسام حماه مثلا ادجوان ما عندوش كلمه كيما الاونترنر، هو اللي يحكم الاونترنر من يعرفه، هذا نكره مش معروف برشا راه جبناش حاجه كبيره. شوف انت في كيب تاع فرنسا كرابيتش لتوا يلعب، كرابيتش لتوا مازال يلعب فهمتي، شوف قداش عندهم الكوب وقداش من الشامبيونان قداش من فهمتي، خاطر يعرفوا الناس اللي تخدم هذوك اللي يهزوا ليكيب شويه حتى مورالمون حتى بالجو حتى كيما تصوروا انت. اي تبعناها دوره وكنا نستناو فيها دوره وكنا نستناو في كيب ناسيونال، معناها اللي ديما مسنستنا باللعبه نتاعها بك الحماس نتاعها بالحق بك الروح، وتخانا نحن زاد نتبعوا فيها بنفس الروح، ولكن سامحني برجولية بالحق معناها ليكيب نتاعنا هذيا سورتو هذيا وفي الدورة هذيا مش وجه مخيب، ماهوش وجه هزيل، ماهوش باللي مش نقول لك وباللي مش نحكي لك برجولية، أنا جامي أنا نتبع في الهوند ونتبع في الفوت ونتبع في كل شيء، معناها توسكي كيب ناسيونال دي نحن يا رسول الله دي تونس الكل، معناها الشعب التونسي في حاجة الفرحة، ومو على الأقل هكا هزنا دوزيام تور نعيشوا معاكم على الأقل فرحة نتاع توانسة، أنت يا رسول الله معناها ما يزيش الوضع نتاعنا ما شاء الله وزيد أنت معناها تتجذبنا كيما هكا، هذه أول حاجة. ثاني حاجة هما وقت اللي كيب ناسيونال فوت وقت اللي لعبت وما ترشحتش دور ثاني لاموا عليها هما نفسهم جوارات للعنف، وهذه مش وطنية وهذه مش وطنية، والناس راهو اللي يلبس المريول نتاع الوطني راهو يعرف اش معناها قيمته، ها هو هذا زاد طيح قيمة قيمة الساعة والحاجة المستوى نتاع الهوند نتاعنا فهمني، اللي نحن 16 فوا نترشحوا كوب دو موند وبلجيكا لأول مرة معناها ما عندهاش حتى معناها الهويات ما عندهاش حتى بطولة محترفة، حتى جوار محترف يا رسول الله تلعب بك اللي راح هذاك، وما نعرفش انا ما نعرفش شنو في مخاخ الجوارات في مخاخ زاد الاطار الفني نتاعنا، اللهم صل على النبي وسام حمام راك وسام حمام راك بطل من الابطال نتاعنا راك، اذا كان توصل انت معناها تورينا الوجه المشرف هذايا، لا سامحني برجوليه والله بالحق سامحني، هذا واحد يمشي ما عرفش يتبع حوايج اخرين صايب علينا من الكوره والمسؤولين زاد يعاود حساباتهم والجامعه وكل شيء، يا خويا عاود حسابات من الاول وجديد وما يساش تنصبر عليكم 10 سنين اخرين حتى لين تحاولوا اوموان نهار تفرحونا ونهار تعديونا نحن دور ثاني ولا دور حتى نصف النهائي، ونهيك المسيونال تاع 2005 واللي من بعد واللي من بعد اللي وصلوا بالحق فرحونا، بس لا سامحني حتى مجهود يستاهل. مرحبا بك سي عبد الله، مرحبا بكل المستمعين الحياة فيه. كنت خلطت على روبرتاج سي صاحبي وشفت انه اراء الشارع الرياضي الناس الكل تتفق انه مردود المنتخب الوطني التونسي مردود كارثي، والناس الكل نحو الاتجاه انه نعاودوا نبنيو من الجديد نصبروا شويه، نعرف انه المنتخب الوطني التونسي تقريبا تاريخين اول مره يعني منتخب يخرج من الباب الصغير مع المنتخب البحريني ويتعادل، المنتخب البلجيكي ينهزم، وشفنا أن المنتخبات هذه اللي هي تطورت وتقدمت وخدمت عكس اللي قاعدين نشوفه في المنتخبات هذه ما زلت صغيرة كما قلت أنت، أنه فما منتخبات كما منتخب بلجيك تقريبا 8 لاعبين في أقوى البطولات، المنتخب البحريني اللي تو تحكي أنت خاطر دربت في البحرين والمنتخب البحريني اللي عندهم لاعبين زاد كيف وقاعدين يخدموا وشاركت في أقوى البطولات. سي صاحبي صحيح، ما هو برشا كلام اللي قالوه المشاركين، يعني كلام برشا كلام صحيح، يعني كي نشوفوا نحن النتائج تاع المنتخب يعني اللي حطيناها بين قوسين فضيحه، يعني المشاركه هذه في كاس العالم فضيحه، يعني في مجموعه يعني تعتبر هي اضعف مجموعه في الـ في الـ في الـ في بطوله العالم على بقيه المجموعات، وثلاثه منتخبات يترشحوا ومنتخب التونسي يكون اوت، هذه المشاركة الثانية
يعني بطولة العالم الأخيرة اللي صارت في مصر كيف كيف زاد خرجنا بنقطة واحدة بتعادل ضد منتخب البرازيل والمشاركة هذه يعني زوز مشاركات وراء بعض كانوا زوز يعني زوز في تقريبا زوز خايبات. اللي قاعدين نلاحظوا فيه توا على المنتخب التونسي الأداء هو اللي كان محير يعني خاصة الأداء الدفاعي بتاع منتخب تونس يعني اللي بصراحة يعني أداء دفاعي كارثي بأتم معنى الكلمة يعني فما يعني سذاجة دفاعية غريبة برشا يعني كان من اللاعبين اللي ما كانش فما روح يعني الدفاع هو معروف يعني عندك روح تحب تدافع ولا ما تحبش تدافع فما لاعبين أول مرة يدافعوا يلعبوا في منتخب تونس وفي الأندية متاعهم ما يدافعوش اليوم في المنتخب ولا يدافعوا هذه نقطة استفهام كبيرة. نفس الشيء يعني الأخطاء اللي صارت في الدفاع يعني خاصة في مباراة بلجيكا ومباراة البحرين وتعاودت في مباراة الدنمارك يعني اللي أكثرية الأهداف اللي قاعدين نقبلوا فيها هي عن طريق الأجنحة متاع المنتخبات الثانية ونحن قعدنا في نفس الخطأ. الحاجة النقطة اللي تحير أكثر يعني أنت مش تمشي بطولة عالم ومش تلعب مع ثلاثة منتخبات يعني في ستيل متاع لاعب مختلف يعني المفروض أنا عندي حتى في الناحية الدفاعية عندي البلون A والبلون B إذا يعني الطريقة الدفاعية متاعي ما مشيتش فما طريقة دفاعية بديلة لاحظنا في المنتخب ما فماش يعني احنا شفنا البارح منتخب الدنمارك ضد منتخب تونس في بداية المباراة كرقادة درمول يعني ياخذ الكرة وقاعد يتعدى في الواحد ضد واحد على طول مدرب منتخب الدنمارك غير دفاع ولا يعرف خمسة واحد موجه على درمول كيما حزم باشا زيد القراول حسين نحن ليه نحن قعدنا نفس طريقة الدفاع اللي ماشيين بها يعني والأدهى والأمر يعني كبدينا في الدفاع اللاعبين الاثنين اللي في المحور بين يوسف معرف والجبالي يعني في بداية المباراة تقريبا 10 دقائق و15 دقيقة كان دفاعنا يعني ممتاز من بعد رجع الجهاد جبالة اللي هو جهاد جبالة يعني معروف ما اللي كان في تونس كان يلعب في النجم الرياضي السعودي ما كانش يلعب في الدفاع يلعب في الهجوم ويخرج نحن المدرب أصر عليه باش يكون موجود في الدفاع واللي كانت يعني نقطة ضعف كبيرة يعني شوف كل لاعب ياخذ كرة يمشي الواحد ضد واحد مع جهاد جبالة يتعادل ويعمل زيادة عددية يدخل يسجل وحده ولا يعمل زيادة عددية هذا اللي بصراحة استغربنا يعني حتى يعني اوكي باتريك كازان يعني ما عندوش برشا من جيل تونس يعني 13 كما قلنا 13 جاء في شهر 11 لكن وسام حمام تعرف كرة اليد التونسية وتعرف خصال اللاعبين الكل تعرفهم يعني المفروض كانت البصمة بتاع وسام حمام لازمها تظهر ونعرف اللي وسام حمام يعني في اخر السنوات نتاعو كان يلعب في سان رافائيل كان مدافع محوري وكي كان مساعد في سان رافائيل كان اختصاصه الدفاع يعني وسمعنا نحن في البدايه يعني على باتريك كازال وسام حمام الدفاع مشتغلوا الدفاع 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 ويعني مش نلعبوا الكره اليد السريعه والحديثه الدفاع وتطليع الكره والهجمه السريعه هذا كل ما ريناهوش حتى في الرجوع بعد الهدف ما ريناش شفنا حتى البارح تسجل انت من با 10 ثواني تعادل يعني المنتخب يعني تمريرتين ويسجلون هدف كل مقابله تقريبا فما 30 هدف تقريبا في كل مباراه يعني معدل يدل على سذاجه وضعف دفاعي وانهيار دفاعي غير مسبوق بالنسبه للمنتخب التونسي في كرة اليد وضعف كبير من الاجنحه زيد ما شفنيش اجنحه الاجنحه نتاعنا ما سجلوش نحن الاجنحه نتاعنا خاطر التكوين نتاع اللاعب التونسي بصفة عامة يعني جلوز ورزيق ومن هنا يعني البوغانمي وغسان التومي يعني نحن تكوين اللاعب التونسي اللي ما نلعبوش برشا على الخارجي على الأجنحة عكس الأندية عكس المنتخبات الثانية يعني يلعبوا على اللاعب الداخلي يلعبوا كل نحن نحب لاعب داخلي وهم توا كرة اليد داخل مش كون دفاع قوي وعلى الخارجي مش ترقى الفراغات باش تفسر يعني عدم تدخل الإدارة الفني هذا نقاط الضعف هذوما الكل في كل مقابله والاطار الفني يتفرج ما فماشي حتى حل باش نجموا نحن على خلينا نوقفوا يعني اللي عليه الخطط الفنيه والهجوميه نتاع المنافسه المدرب ما حضرش قول كيف اقول ما حضرش خطه بديله في الدفاع يعني نفس اللاعبين في المقابلات كل تقريبا نفس اللاعبين اعتمد عليهم يعني في الدفاع يعني في البدايه كان بالرميقي يلعب وبعدها جبالي هذا مزوز اللاعبين في المحور وكان حازم باشا يلعب رقم اثنين اللي في الترجي ما كان ما يدافعش حازم باشا زين في الترجي يلعب هجوم ويخرج حازم باشا يلعب رقم اثنين من هنا وانور بن عبد الله والا ما هو يلعب في رقم اثنين من هنا
قبل كانت مع سامي السعيدي كان يعني غسان التومي ولا البوغان اللي هما اللي يلعبوا رقم 2 في الدفاع. حازم باشا ما كانش يلعب، واللاعب اللي يلعب البلاي ميكر منسق اللاعب هو كان يلعب في الدفاع رقم 1، هو اللي صعد الكوره. توا حب يعتمد على الرميجي واللي هي اول مشاركه ليه مع المنتخب، يعني اول يعني الرميجي ما كانش قبل المنتخب، يعني حب يعني باش ما يخسرش تغييرات، ما يعملش برشا تغييرات على اساس ان الرميجي هو مش يطلع الكره. لكن الرميجي ما كانش يعني في المستوى اللي يعني اللي كما شفناه في البطوله، يعني فرق كبير باش تلعب في البطوله ومش تلعب في بطوله العالم، في البطوله التونسيه وتلعب في بطوله العالم فرق كبير برشا برشا يعني. ونحن جينا للركائز الاساسيه نتاع الدفاع نتاع منتخب تونس ونحيوا عايطنهمش بطولة العالم هذية يعني صحيح. يعني ما تنجمش انت تجي في بطولة العالم وتغير كل شيء، يعني المفروض فما لاعبين فما ركائز. شنو اختيارات فنية دي ولا اسباب اخرى خارجة؟ هي فما اختيارات الاكثرية يعني امور ادارية، امور ادارية يعني مثلا ناخذ مثلا لاعب كما اسمه اسامة حسني يلعب في مع بطل مقدونيا ويلعب في الاوروبا ليج يعني وقاعد يعني وركيزه من ركائز الدفاع التونسي ولاعب يعني يلعب بيده اليسار مع الناشي اللي كان عندنا نقطه ضعف وفي الدفاع كان يعني لاعب يعني يجي ما تستدعوش يعني لتصفيه حسابات بينك وبين الاتحاد. تاخذ مثلا خالد الحاج يوسف يعني من اقوى اللاعبين في الدفاع اللي خلقتهم تونس، يعني تقول لي كبير عمره 32 سنه يعني ما تنجمش. شفنا اللاعب المنتخب الدنماركي تقريبا فوق هذه 35 فما لاعب اخر يعني فما لاعب اخر كما يعني اللي هو يمكن مصاب محمد السويسي يعني من بعد بطوله افريقيا اللي صارت في تونس ما عدناش عايتنا له علاش، قالوا ليه ما عادش قاعد يعطي ضغط. لاعب عمره 29 سنه ويلعب هز تشامبيونز ليج مع مونبيلي وتو يلعب في مقدونيا وتقول لي ليه والله ما نعيطلوش. كازار 3 شهور راهو باتريك كازار يعني من 3 شهور باش نحكم عليه، فما امور اخرى فما اي باتريك كازار جاي يرقى القائمه موجود هي والمساعد نتاعو ما يساعدوش المساعد ما يعطيوش امور اداريه يعني جاء القائمه موجوده خذوا قرارات ملي كان سامي السعيدي موجود كان استغنى عليهم اللاعبين هذوما. وعلاش ما يكونش سيسح بسبب انه هو غياب الانضباط هذاك هذا اللي قاعدين نسمعوا فيه لكن ما فما حد شيء رسمي صاير، الكل قالوا لا ما قله انضباط. اذا كان هذوما يعطيوا الاضافه ما نلقاوش المنتخب ممكن نفسر انه غياب الانضباط. شفنا البوغاني مثلا السعيدي معناه استغنى عليه السعيدي لكن يجي نلقاوه مع كازار موجود. جمهور ضغط على سامي سعيدي ورجعوا البوغاني، جمهور ترجي ضغط، لكن اللاعبين الاخرين ما عندهمش جمهور اللي مش يضغط عليهم. النادي الافريقي يلعبوا خارج تونس يعني ما عندهمش شكون مش يضغط عليهم. ونرجعوا نحن ديما نقارنوا بجيل 2005 بتاع كاس العالم 2005، كاس العالم 2005 كنا عندنا 16 لاعب فيهم 15 لاعب يلعبوا في فرنسا. يعني لاعبين يلعبوا في مستوى عالي. توا نحن نجيبوا في لاعبين يلعبوا في الدوري الكويتي، يعني بصراحة مع كامل احتراماتي للبطولة الكويتية، شو يلعب يعني شو النسق اللي موجود في البطولة الكويتية؟ شفنا البارح الوحيد اللي قدر ينافس اللاعبين هو درمون، خاطر يلعب في ألمانيا وحتى مع فريق يعني في أسفل الترتيب، لكن فما نسق ينجم يلعب معاهم. باقي اللاعبين بصراحة يتفرجوا ما كانوش موجودين معنا. كوتش لو كان معناها نقولوا نحن كان جاء مدرب تونسي كانش تكون نتائج افضل حسب شوف اي مدرب اخر كانت تكون نتائج احسن من اللي صارت. بس سي رضا وسي صاحبي باش نفسح المجال زملائنا قسم الاخبار موجز الساعه الثانية مع زميلنا نصر الدين حميده، ثم باش يكون معنا بعد زميلنا منير الزبيبي من جريده الشروق ونرجع نحكيه على المنتخب الوطني.